وسيتم التحقيق عن كل شخص مسؤول عن إدراج هؤلاء بدون أي وجه حق، ونحدد شنو هو الضرر اللي أصاب المال العام واللي أضاء واللي أخل بالثقة العامة، ويسأل عنه الشخص اللي هو ارتكب هذا الفعل. أيضا استعملوا وثائق مزورة، قاموا بعملية النصب على الدولة، وترتب على ذلك إهدار للمال العام، إضرار عمدي جسيم بالمال العام. يبدو أن في أجانب كانوا في التعليم في الصحة انتهت عقودهم، إلى الآن قاعدة تصرف أموالهم وتوصل لجهات ما وتصرف في بنود أخرى. والأشخاص اللي مستفيدين اللي تبين لنا من خلال المنظومات الأحوال المدنية واللي يمكن التعرف عليهم وأسمائهم حقيقية وزوروا أرقام وطنية أخرى، ستصدر فيهم أوامر قبض يتم التحقيق معهم.